بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أستسمحكم باش نقدم تعزية لجيراني وأصدقائي وأخوتي أسرة مسعي إن لله وإنا إليه راجعون فقد إبراهيم مسعي وأخوته عبد الرزاق وعبد العزيز والدهم سلمولي الله يرحمه إن لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم على مسعي والبقيه في حياتكم وكل نفس ذائقة الموت هذه طريق الناس كل مشت عليها نتمنى ربي بيشيلهمكم الصبر والسلوان ان شاء الله وتحياتنا للمستمعين وعذرونا الموقف في بعض الخشوع نبدو بالشعراء تحية طيبة لكل شعراء سوف اذا ما سميتش واحد راني ربما نسيت اسمها الموت كما يقولوا آه الاستاذ الكبير والشاعر علي عناد وسي علي صوفيا سعيد المصردي صالح خطاب والمحجوب والاخرين نقول لكم دونوا الشعر تاعكم آه نحييكم وفي نفس الوقت آه امامي مشكل يعني آه اثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي يعني مقطع أو قصيدة قصيرة غنتها مطربة سورية اسمها فايا يونان أثارت ضجة كبيرة النقاد الأدبيين وفتحت مجالات يعني في مواقع التواصل الاجتماعي واحد يرد على واحد وواحد ينسبها المتنبي الاخر يقول له لا المتنبي شعره قوي كذا المهم ونسبوها لعلي بن الجهم المهم نية بالنسبه للشعراء سوف نتمنى ان شاء الله كلهم دواوينهم تحفظ لان يجي وقت ونرحلوا جميعا وهذه سنه الله في خلقه على الاقل الانسان يخلي اثر طيب شعره و... تقرأ الناس وتكتب عنها وتحاول كاين اللي يديروا عليها دراسات جامعيه ايضا ما تنسوش باللي رايعت عندكم جامعه وعندنا طلبه وعندنا دكاتره في الادب الشعبي اذا هذه الحقيقه تحيه ونصيحه في نفس الوقت بارك الله فيكم جميعا آه هذه القصيده وش نقول آه غنتها هذه قلت لكم فايا يونان هذه مطربه سوريه وبدات على مواقع التواصل الاجتماعي الناس تكتب والادباء يكتبوا والنقاد يكتبوا ابلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله اني وان كنت لا القاه القاه وان طرفي موصول برؤيته وان تباعد عن سكناي سكناه يا ليته يعلم اني لست اذكره وكيف اذكره اذ لست انساه يا من توهم اني لست اذكره والله يعلم اني لست انساه ان غاب عني فالروح مسكنه من يسكن الروح كيف القلب ينساه هذه غنتها المطربة هذه وكتبوا عليها ياسر في مواقع التواصل الاجتماعي وإحنا اليوم اخترنا بعد باش نبدو بالشعر لأن الأمور يعني جت وراء بعضها أيضا قصيدة اخترنا منها مقاطع لشاعرة شاعرة ترسي شاعرة السيدة ملك حفني ناصف ترثي عائشة هانم تيمور تيمور أخت الأديب أحمد تيمور معروف أحمد تيمور بكري في كتب المطالعة وكتب الأدب اخره ملك هذه ترثي فيها تقول ألا يا موت ويحك لم تراعي حقوقا للطروس ولا اليراعي الطروس هي الكتب أو الصحف نقولوا إحنا الجرائد لأن عائشة هانم كانت تكتب في الطروس في الصحف والكتب او الكتاب حق... الا يا موت ويحك لم تراعي حقوقا للطروس ولا اليراعي اليراع هو القلم تركت الكتب باكيه بكاء يشيب الطفل في عهد الرضاعي يعني قلت لك الموت اديت كاتبه واديبه يعني خليت الكتب تبكي لانها فقدت هذه الكاتبه وهذه الشاعره والاديب وايضا ان انتقالها الى رحمه الله يشيب الاطفال في عهد الرضاعي مازالوا صغار معناها يشيب الطفل في عهد الرضاعي ولم تهب الفضائل والمعالي انت يعني ما خفتش الموت من فضائلها ومعاليها وطول السعي في خير المساعي لانها هي كانت تسعى ايضا في الخير وكانت يعني تتصدق وكانت معروفه بالبر والاحسان لذوي الحال الحاجات والناس الضعفاء الى اخره ولم تهب الفضائل والمعالي وطول السعي في خير المساعي ولم يمنعك مما رمت نصر قال قلت له رو النصر تاعها كتبتها ما منعتكش حتى اديتها ولا شعر ولا حسن ابتداعي فذب يا قلبه لانك في جمود جت هنا بي يعني تقريبا قلدت الخنساء فذب يا قلبه قلت له ذوب يا قلبي لانك في جمود وزد يا دمع لا تكف امتناع ويا دمعي ما تمتنعش اهبط يعني ابكي على الفقيدة أه ولا تبخل علي وكن جموما او جموما يعني جم من الجم يعني زيد يا دمعي ما تبخلش علي وجم فكنز أمس العلم أمسى في ضياع العلم روى بفقدانها ربما أمسى في ضياع تقول سنبقى بعد عائشة حيارى كسرب في الفلاة بغير راعي كما نقول احنا سرب انتع... هي قالت سرب ربما طيور او تقصد يعني اغنام او تقصد ابل في الفلاة بغير راعي راقت كي راحت هي راي خلتنا احنا بلا راعي وكاننا في الفلاة غاديين لقد فقدت ولم تفقد علاها هي ماتت ولكن العلا تاعها واثارها تبقى وهل شمس تغيب بلا بلا شعاع معناها الشمس راهي تغيبش بلا ما تترك الاشعه تاعها وكانت للمكارم خير عون وللخيرات كانت خير راع فيا شمس المحامد غبت عنا وخلفت البكاء لكل ناع الناعي هو اللي يجيب خبر الموت وخلفت البكاء لكل ناع بني تيمور خطبكم جليل له وجه الفضيله في امتقاع وصبركم اجل ومن سواكم من الاقوام اولى باتباع. قلت لهم روا الخطبه تاعكم جديد ولكن حتى انتم لازمكم تصبروا صبركم كبير يا يعني معناها لان الناس رأي نقولوا احنا تسير على النهج تاعكم وعارفينكم بلي راكم قدوه في الصبر. هذه شاعره ترثي شاعره أيوان ايضا دائما في نفس الموضوع ولكن المره هذه انتقلنا الى شوي نتاع زهد ونسك والتصوف رابع العدويه رابع العدويه حتى هي اثارت يعني فضول الكتاب والمفكرين والادباء والائمه حتى ائمه اللغه وائمه الادب والفقه تكلموا عن رابع العدويه وكتبوا عليها الكثير يعني. آه سميت أيضا بهذا الاسم لأنها الابن الرابعة لإسماعيل العدوي وهو رجل فقير وعابد في البصرة كان يسكن في البصرة هذا إسماعيل العدوي وزوج ثلاث بنات وجاتها الابن الرابعة يعني هي سماها رابعة وسميت بعد ذلك رابعة العدوية ولدت رابعة العدوية التي لقبت بأم الخير كانوا يسمو فيها أم الخير وقد أسست مذهبا صوفيا في طريقة الحب الإلهي يعني اول امراه تاسس المذهب صوفي انت زهد وتنسك في حب الله سبحانه وتعالى لكن اضطربت الاراء حول حياتها وشخصيتها يعني الناس اختلفوا في كتاباتهم كي تقرا تلقى يعني كاين اختلاف كبير عن الرابعه العدويه الاراء اضطربت حول حياتها وشخصيتها ولكن الغالب انها كانت عابده زاهده نقيه وأنها حفظت القرآن الكريم وتدبرت آياته وحافظت على العبادات وهي صغيرة من صلاة وصوم وقيام الليل وبقيت رابعة العدوية بكرا طيلة فترة حياتها فهي لم تتزوج بالرغم من أن كثير من الرجال طلبوا يدها للزواج ولكنها استبدلت حب الزواج والأولاد بالحب الإلهي الذي اشتهرت به كان بعض الكتاب في أزمنة متقدمة نظن يعني قال لك حتى أن الإمام الحسن البصري طلب يدها لكن امتنعت وهذا رأي ضعيف نظنه والله أعلم رابع العدوية يعني ولدت سنة 717 ميلادي وتوفيت سنة 801 عاشت حوالي 84 سنة هذه الأغلبية من الكتاب والمفكرين يذكر طبعا كيفاش رابعه ولدت في عائله فقيره وكذا قيل ان والدها اسماعيل حزن كثيرا يوم ولادتها ولكنه راى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له لا تحزن فهذه البنت الوليده ستكون سيده جليله القدر وان الكثير من امتي لا يرجون شفاعتها يوم القيامه يعني هو فقير وجاتها يعني ثلاث بنات والرابعه ولدت لبنت بنت وحالتها يعني لها فكان في يعني في حزن وحزن كثير لكن كي النبي صلى الله عليه وسلم تجلى عن الحزن ذاك ورجعت لفرح ايضا يقولوا في في حكايه المنام ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالذهاب من صبيحه الغد الى والي البصره حين ذاك عيسى زاذان هذا وكتب له ورقه قال له اكتب له ورقه قل له فيها ان النبي زار في المنام وامره بالتوجه اليه واعطاه امره قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قال لك انك كنت تصلي 100 ركعه في سائر الليالي يعني في سائر الليالي كنت تصلي في 100 ركعه ويوم الجمعه كنت تصلي في 400 في الليل هذا لكنك في يوم الجمعه الاخيره نسيت قال لك ما صليتش الجمعه الاخيره اذن فدفع 400 دينار لهذا الشخص كفاره النسيان وكان الامر كذلك وكتب الرساله وسلمها لولي البصره واعطاه الدنانير وقرر ان يزور هذا البيت ليتبارك به لما اسماعيل العدوي هذا كتب الورقه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وراح للولي تاع البصره وقدمها له ولي البصره لما قراها اعطاه 400 دينار وفي نفس الوقت قال لها قال لازمني نزور بيتك نتبارك بالبيت هذا اللي جاك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. آه رابعه العدويه معروف آه أشعارها. معروفه اشعارها ومعروفه يعني آه ابتهالاتها. آه طبعا هي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى تقول عرفت الهوى مذ عرفت هواك آه تقصد ان الحب عرفات باللي عرفت حب الله سبحانه وتعالى. عرفت الهوى مذ عرفت هواك واغلقت قلبي عمن عم سواك راهو قلبها مسكر مفتوح غير لله سبحانه وتعالى مسكر على الناس الاخرى كل تقول وكنت اناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك وكنت اناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك احنا ما نشوفوكش بصح انت راك تشوف في خفايا القلوب راني ناجي فيك تقول احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك نحبك حبين قلت حب الهوى وحب لانك انت اهل للحب فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكري عمن سواك حب الهوى معناه مع راني لازمني ما نشغل روحي بحد شيء الا بذكرك فشغلي بذكرك عمن عم سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك حتى هي كما سيدنا موسى حبت تشوف ربي قلت راني الحب الأخر اللي راك أنت أهل له راني حابة نشوفك فكشفك للحجب حتى أراك قلت له فلا الحمد لي ولا فلا الحمد لي في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك يعني دائما لك الحمد في هذا و في الحبين الاثنين استراحة شوية كنريحوا لحظة باش نتكلموا على واحد الموضوع موضوع يعني قريت هنا في صفحة متاع أثرياء التسول هذا قال لك غريبة غريبة هذوم اللي يطلبوا ديما كل يوم لما أنت تكون تمشي لا راني ما نفتيش ولكن نعطيك الصورة وأنت دبر راسك قال لك لما تكون تمشي كل يوم وتشاهد نفس المتسول هذاك مثلا أنت كنت عمرك 18 سنة وهاك المتسول كل يوم يقعد في المكان هذاك ويتسول وحتى كبرت أنت وتزوجت ووليت كبير ووليت كذا إلى آخره قال لك هذا روثري وش حسبهم؟ داروا شغل استطلاع ولا استبيان ولا المهم قالك المغرب دوله المغرب تحتل المرتبه الاولى في عدد التسول 195 الف متسول جيش قالك امام المطاعم الفنادق الازقه المساجد في كل مكان 195 الف حسبوا ايضا في مصر 141 الف ومصر اكثر من المفروض سكان اكثر من مصر اكثر من المغرب لكن المغرب قالك تحتل المرتبه الاولى كتبوا ايضا في نفس الموضوع المليونيره الجده عائشه في مدينه جده قال لك بعد وفاتها هذه الجده عائشه قال لك الناس تشفق عليها ياسر يسموها الجده عائشه الجده عائشه كبيره شويه هي في العمر قال لك بعد وفاتها اكتشفوا ان عندها 3 ملايين ريال آه. هذه القوها مخزنه واحد مليون ريال مجوهرات مليون ريال رو ياسر يا جماعه مليون ريال وما تحسبوش كما المليون تاعنا احنا لا مبلغ كبير يا بـ بـ في العمله السعوديه 3 ملايين ريال واحد مليون ريال مجوهرات اربع عقارات سكنيه هذه الجده عائشه اللي يسمى اللي يسموها أسرة متسوله في العالم الكل وفي لبنان لبنان اللي تقولوا ربما تقولوا انتم رأي فقيره لبنان ودوله ضعيفه وكذا القوا فيها أسرة متسوله في لبنان في العالم القوها في لبنان هذه اسمها فاطمة محمد أثمان وش القوة هذا خمسة آلاف مليون ليرة هذه دراهم وحدها دراهم القوة في دارها هذه فهمت دراهم في دارها خمسة آلاف مليون ليرة والقوة في المصرف خمسة فاصل خمسة معناها خمسة فاصل خمسة مليون دولار دولار خمسة مليون دولار ويملكها غير رجال الاعمال الكبار قالوا ماتت وحيده وحتى انها كانت تاكل عند خوها دار خوها وكانت ما تحبش تعطيه وقال لك ان خوها هذا ما حبش يدفنها في بيروت هزها وداها للقريه تاعهم خسر عليها غير النقل فقط نقلها وعدها عائله كبيره ربما ورثتها عائلتها هذه فاطمه محمد عثمان لبنان هذا عن التسول الموضوع يعني فيه وما فيه آه نرجع لكم الان الفقره الاخرى الحيله بالحيله آه الناس راي تستخدم في الحيلة اللي ياسر ردوا بالكم احتفظوا آه في البيع في الشراء في المعاملات في كذا الناس تدير الحيله آه كاين آه تاجر يملك بير يملك بير جاء واحد فلاح هو البير تاعه في ارض جردها نقول احنا حبي يستصلح في الارض هذيك الفلاح قال له بيع البير فالتاجر على البير لان شاف السيد عنده قابليه وشافه ملح وكذا ومصر باش يشري البير وباش يخدم شويه فلاحه فيها وكذا فباع له البير وقبض الثمن ولما الفلاح استصلح الارض وكذا وبدا حاول باش يبدا يسقي المزروعات تاعه من البئر جاء التاجر ومنعه قال له حبس فقال له الفلاح لما تمنعني من السقي وقد اشتريت منك البير قال راني البير شريت شريتها منك وتبعت لك زمنها وش قال له هذا التاجر قال له راني بعت لك البير وليس الماء قال له بعت لك البير ما بعت لك الماء آه. قال له ما لا لازمك تخلصني في الماء وإذا أردت أن تروي من البير عليك دفع ثمن الماء ناكي بعت لك بعت لك البير آه. وهذه رياحية كبيرة فتخاصما وذهب إلى القاضي راحوا للقاضي وكل واحد عرض القصه تاعه تكلم امام القاضي قال له القصه والقصه والقصه القاضي كان ذكي وربي لهمه باش يجي مع الحق يجي مع الفلاح ف ففهم القاضي القصه وقال للتاجر انت بعت للبير للفلاح قال له قال له خرج الماء تاعك ماذا من بيره فلا يحق لك الاحتفاظ بمائك في البئر قال له ما دام انت بعت للبير ولا البير تاعه هنا نكس راسه وخرج خائبا الحيلة بالحيلة وإنما الحيلة في ترك الحيل كما آه. يقول والحق دائما ينتصر هذه بالنسبة للبير آه. الرقية عراف اليمامة بكري هو مسيلمة الكذاب كان يداوي في الناس وكان داير الرقية ودير يعرف ويتكهن وحتى ان القصة تاع ذكرناها في حصة سابقة يقول هذا الشاعر جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجدي إنهما شفياني هذا مريض ياسر فقال نعم نشفي من الداء كله وقام مع العواد يبتدران العواد اللي هم يزوروا المريض فما ترك من رقية يعلمانها ولا سلوة إلا وقد سقياني فقال شفاك الله والله ما لنا بما حملت منك الضلوع يداني قالوا له روح شفاك ربي احنا لك الامور وكل هذه بالنسبه للرقيه وراي الامور راي شوي هكا في الرقيه الايامات هذه اه رب ياسر الرقاه تلقوهم هكا في امور ربي يسترنا واياكم استحفظوا اه والانسان يرقي غير عند الرجل الطاهر المعروف كاين رقاه هنا حدانا ما يقبلش المراه الا مع ذي محرم ما يقبلهاش ابدا راجل معليش اما مراء ما يقبلهاش لوحدها لان الامور راهي تخلطت ياسر وربي يسترنا واياكم اه وباش نتكلموا على الحجاج الان ابن يوسف الثقفي الحجاج راهي عندها في خزائن الادب عنده يعني قصص لا عد لها ولا لا تحصى ولا تعد يعني قصص كبيره الحجاج واشتهر بالشده واشتهر بالذكاء واشتهر بالفتنة واشتهر ايضا بحبه للغه العربيه وحبه للشعر وهو ايضا متمرس فارس في في الشعر الحجاج ذات سنه فرض الحجاج بن يوسف الثقفي حظر التجول نقولوا احنا في الليل بعد غروب الشمس قد قد حد ما تنزل الشمس وامر الحرس التاع ورجال شرطته قال اي واحد تشدوه بعد ما داروا الاشهار والبلاغ وبلغوا الناس وعلموهم وكذا اي واحد تشدوه اضربوا عنقه يعني يقتلوه كل من يخالف هذه الاوامر والتعليمات لازم يقتل يعني يضربوا العنق تاعه بالسيف وذات مره خلال هذه الازمه دوريه انت حرس شدوا ثلاثه ذر ثلاث شبان نقولوا احنا مش ذر يعني صغار لكن شباب الشباب يقصروا يا اخي اه فاخذوهم الى قائد الشرطه قائد الشرطه كي شباب وسماح وذقين وكذا والى اخره قال لي من ما نفذش فيهم حكم الحجاج كلا سالتهم فبدا يسال فيهم عن بياتهم قال انت ود من انت هذه دي كاينه الاول آه الشباب هذو كانوا اذكياء في الاول واش قال؟ قال انا ابن من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها يعني تأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها أنا ابن من دانت الرقاب له يعني قال لك هذا با قائد كبير وكذا فأذن له بالانصراف معتقدا أنه ابن قائد كبير سأل الثاني قال له أنت ود من قال له هذا سني جاب يعني أبيات شعر عن با أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره قال لنا يرني ابن الذي لا ينزل الدهر قدره القدر تاعه ديما موجود واذا نزل يوما فسوف يعود ترى الناس افواجا الى ضوئه الناس قال له تشوف فيهم يجوها افواج يعني بشكل عنده فمنهم قيام حوله وقعود ما اطلق صراحه قال لك هذا ولد واحد من الاكابر والاشراف اللي رمحلين محلين بيوتهم للفقراء وكذا ما انا ما قلت له آه. السؤال الثالث قال له انت ود من قال له انا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه هذا ثاني خاض الصفوف بعزمه هذا هذا وقومها بالسيف حتى استقامتي ركاباه لا تنفك رجلاه منهما اذا الخيل في يوم الكريهه والتي فقال لك هذا ود فارس كبير وربما رباه قائد ولا في جند الامير وكذا قال له روحت انت صفي عفاء عنه مثل الاثار الصباح الحجاج يفهم الشعر. آه الصبحه الحجاج فات على المركز سالهم عن النظام قال له قائد الشرطه بلبها سوى إنما بتيان لا وانما قال له رانا شدينا ثلاث فتيان وراو قال له كل واحد جاب لي ابيات شعر عن باه راني قال له سمحتهم طلقتهم. آه فالحجاج سمع الابيات الشعر ضحك حتى استلقى على ظهره يعني ومن بعد قال له لقد خدعوك ولكن فعلت الاحسن. قال له خدعوك بصح انت قال تصرف تصرف ذكي قالوا معلموا اولادكم الادب فانه زاد وسلاح وجاه زاد وسلاح وجاه فساله قائد الشرطه قال لك كيفاش يا مولاي قال اللي الاول قال له رو اللي دانت الرقاب له هو ابن حجام حلاق معناه حفاف آه. آه الرقاب تجي كل صغيرة معناها الإنسان يروح للحلاق مش يحفف آه آه قال له أنا ابن مندانة الرقاب له قال له ذكره ابن حجام حلاق دغبجي نقدم له تحية الدغباجي يا ولدك من آه آه أيضا الحجاج كان يحفظ الشعر ويعجب يعني بالشعر الثاني صاحب لا ينزل الدهر قدره قال له الناس كل تجي للقدر تاعه وكذا آه آه الفوال جمال القصير ايضا نقدموا له تحيه. واما الثالث صاحب خاض الصفوف بعزمي ابن خياط. وطبعا آه مسعود بالعيد نقدموا لك تحيه سي مسعود هاو أحد انت ولدك اه وانت ذكرت مره قلت لي ذكرنا احنا الخياطين وكذا. أنا ذكرناكم يا سيدي وحنا رانا نحتاجوكم كما نحتاجوا آه الحلاق والفوال والخياط الثلاثة هذم الناس كل تحتاجهم والحجاج طبعا عجبته قال علموا أولادكم الأدب ديما نجو المشكل الأخر من المشاكل تاع الناس اللي ديما تختلف في أمور كما تاع البير وكذا وتروح للقاضي هذم زوز أصدقاء زوز أصدقاء قرروا باش يروحوا نقولوا احنا يخرجوا في رحله نزهه في نزهه بعيده شويه كنزهه نقولوا احنا كيما الرباح والله كيما الدبيله اه ولا كيما آه عيد الفاس اه باش يتفسحوا شوي وكذا فخرجوا واحدة ثلاثة ثلاثة واحد هز ثلاث ارغفه ثلاث خبزات وواحد هز خمس خبزات احفظوا انتم الاعداد باش تعرفوا من بعد تقسموا هما كي وصلوا هاك المكان تاع الفسحه اللي باش يتفسحوا فيه ويتنزهوا باش يبدلوا الجو ويقعدوا كذا جاهم رجل يعرفوه تري لبس به انسان يعني قال ممكن نشارككم في الغداء تاعكم قالوا لا تفضل شاركنا يعني انسان نتحشموا منه اولا عنده وثانيا لقوه جاي حتى هو للمكان هذاك باش يتفسح وكذا ربما ظروفه ما سمحت ليش باش يهز وكذا قعدوا معاهم قالوا له يا سيدي بداوا ياكلوا هاي ثمانيه ارغفه وهم ثلاث اشخاص كلو آه بعد ما كملوا الماكله وحمد الله سبحانه وتعالى وغسلوا يديهم وكذا آه الثري هذاك اللي لبس به تحشم منهم قال لك ناكلت معاهم طعامهم وكذا والى اخره الغداء تاعهم خرج سمنة لافهم يقولوا حنا ثمانيه دنانير الدينار كان عنده قيمه على ذكري عطا لهم حتى قال لهم هذه اقتسموها آه صاحب الخمسه هذا الكبير اللي جابوا اكثر هز الدنانير الثمانيه شدوا خمسة وعطيه لصاحبه ثلاثة صاحبه قال له لا فهمت قال له كيفاش قال له تعطيني ثلاثة والسيد عطيه لنا مش عارف أنت وجبت وأنا وجبت معناها بالعدل قال له أقسم بالعدل يعني أربعة أربعة عن دينار عن دينارين للإنسان وإن حب الخير لشديد كما يقول ربي اشتي دينار زايدة قال له لا اه غضب قال الاخر لها كلا حقي لازمني نقسم بالعدل وكذا قال له ربع ربع قال لا فقال لك روحوا للقاضي راحوا للقاضي انسان آه الانسان اللي في الدار اللي يقسموا الخبز دائما هم يعرفوا كي يشدوا ثمانيه ارغفه ثمانيه خبزات ويقسموها عن كل خبز يقسموها عن ثلاثه يتحصلوا على 24 جزء طبعا القاضي كي حكم حكم بعكس ذلك كيفاش؟ القاضي عطيه سبعة دنانير لنتاع خمس خبزات وعطيه دينار واحد لنتاع ثلاث خبزات <applause> الاخر وكان شد ثلاثة كانت افضل فان غير هذاك تاع ثلاث خبزات قال له سيد القاضي نام ماذا تقول لي علاش انت أعطيته سبعه وانا عطيتني دينار قال له فهمني بارك الله فيك باش نروح من هنا مطمئن البال والخاطر تاعي مرتاح قال له انتم جب انتم ثمانيه خبزات وانتم ثلاثة أشخاص. قال له الثمانية خبزات كي نقسموهم عن ثلاثة، كل خبزة نقسموها عن ثلاثة قداش نتحصلوا عن جلف؟ عن جلف نتحصلوا قطعة معناها عن جزء، الجلف هو جزء. باللهجة الصوفية القديمة هذا جلف، والعرب بيقولوا جلف هاي. قال له نتحصلوا عن أربعين، أربعة وعشرين جلف، أربعة وعشرين جلف. صح قال كل واحد قداش ياكل؟ أنتم الثلاثة. صاحب الخمسة ياكل ثمانية وهو عنده خمستاش انجلف لأن خمسة في ثلاثة خمستاش وكلية ثمانية صافي يدي سبعة دنانير قعدت له سبعة قعدت له سبعة يدي سبعة دنانير وأنت قال له كليت ثمانية وعندك ثلاثة ثلاثة عندك تسعة انجلف كليت ثمانية قعد لك دينار واحد لأن كل واحد يأكل ثمانية أيضا كل واحد يأكل ثمانية أربعة هذا هو فأعجبوا بحكمة القاضي وشكروه وراحوا مطمئنين الخاطر مطمئنين البال نقولوا إحنا اه طبعا قصة أخرى من قصص بني إسرائيل ولكن هذه المرة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عجوز بني اسرائيل بنو اسرائيل سيدنا موسى اكثر نبي ورسول ذكر في القران الكريم هو من اولي العزم كما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فابو ابو موسى الاشعري يحكي قال ابو موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل باعرابي كان اعرابي في الباديه عند خيمه وكانوا يمشوا الرسول الصحابه فنزلوا عليه وناس بكري على بالك يكرم الضيف نزلوا على الاعرابي هذا فاكرمهم فلما اكرمهم اكلوا ذبح لهم والى اخره اراد الرسول صلى الله عليه وسلم حب لاطفه يقول له طبعا يشوف شعوره معناها وش يطلب آه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الاعرابي سل حاجتك قال له اطلب شوف وش هي الحاجه تاعك فالاعرابي قال له يا رسول الله ناقه برحلها بالرحله تاعها وعنزه يحلبوها اهلي فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا استذكر حادثه قال له ليه انت عجزت انت طلبت اشياء تاع الدنيا قال له عجزت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل هنا الصحابه حاروا قال له انت ليه ما درتش كما عجوز بني اسرائيل قالوا له الصحابه يا رسول الله وما قصه عجوز بني اسرائيل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان موسى لما اراد الخروج ببني اسرائيل من مصر غدوا في الطريق غدوا ظلوا الطريق فهم عرف غدوا دور منا دور منا كثرة الاراء جوه العلماء نتاع بني اسرائيل قالوا له يا سيدنا موسى راي حاجه خلتنا نغدو قالوا لهم وشي قالوا له يوسف اخذ علينا عهد بكري لقيناها مكتوبه عندنا في عند العلماء تاعنا اخذ علينا عهد ومواثيق باننا اذا خرجنا من مصر ناخذوهم معنا اي والانبياء طبعا التراب لا ياكلوا اجسادهم أي. سيدنا يوسف يعني يكون موجود كما في الثوب تاعه اللي دفن فيه الانبياء كل فقال سيدنا موسى قال لهم من هو اللي يعرف مكان قبره؟ من هو اللي يعرف قبر سيدنا يوسف؟ قالوا له كاين عجوز قال هم ازربوا روحوا لها ازربوا جيبوا هذه العزوز كي جابوا العزوز قالها تعرفي قبر سيدنا موسى قالت نعم يا رسول الله والله يا نبي الله قالها دلنا عليه قلت لها لا قال ليش قالت لك كلا وعدتني بالجنة عاي. كي قالت لها كلا وعدتني بالجنة طبعا الجنة مش في سيدنا موسى عاي. فقالت لا والله لا أدلك حتى أكون معك في الجنة سكت سيدنا موسى برها وأطرق يفكر طبعا فأوحى الله إليه قال له أعطيها حكمها نقولها راكي في الجنة فأعطاها الحكم تاعها قال راكي في الجنة ودليني على فأشارت إلى بحيرة صغيرة وقالت انضبوا هذا الماء يعني فرغوا الماء هذا بحيرة صغيرة فلما نضبوا الماء خرجوه قلت له ما حفروا فحفروا فوجدوا يعني الجثمان تاع سيدنا يوسف فاخذوه قال لك والارض لا تاكل اجساد الانبياء طبعا قال لك ولما اخذوا يوسف من الارض فاذا الطريق مثل ضوء النهار هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد حب يقول للاعرابي انت ليه ما طلبتش الجنه؟ ليش تطلب حاجه انت الدنيا؟ الدنيا ناقه ومعزه وكذا هذه امور دنيويه لو كان انت كنت مثل عجوز بني اسرائيل اللي طلبت الجنه ربي يوصلنا وإياكم جميعا سالمين للجنة إن شاء الله آه نرجع من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه إلى الحركة الوطنية الجزائرية بكري قبل الثورة كانت حركة كبيرة حركة وطنية وكان فيها رجال آه يعني الشهر وهالرجال هذم بالمبادئ تاعهم وبتنوير الناس ينوروا في الناس هذا الدكتور سعدان تاع بسكره الدكتور احمد الشريف سعدان اسمه من رجالات الحركه الوطنيه طبعا في الفتره هو ناضل في الفتره ما بين 27 و 48 لانه توفي سنه 1948 وكان عضو بارز ايضا في جمعيه العلماء المسلمين وجماعه بين مهنه الطب والاصلاح كان يسعى للناس في الخير وكان يداوي بلاش وكان اللي فقير يعطيه يعني كان يعني نقولوا احنا دروب الخير ياسر دروب الخير كثيره اللي يحب يدير الخير كاين وساهم ايضا داخل مجلس بلديه مسكره بعهد الاحتلال بدور بارز كونه كان دائما مع المواطنين وكان يدافع عن المواطنين الى اخره من رفاقه واصدقاء الشريف سعدان احمد الشريف سعدان اه, 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 أه؟ الشيخ محمد خير الدين كان صاحبه الشيخ الامين العمودي الطيب العقبي الشاعر محمد العيد الخليفه كانوا يجلسوا مع بعض هذا آه طبعا هو سعدان والمجموعه هذه اللي ذكرتها انا الامين آه العمودي الطيب العقبي محمد العيد الخليب هذا تركوا البصمات تاعهم قال لك في كل من بسكره والواد وقسنطينه والجزائر العاصمه وحتى باريس لان سعدان دكتور سعدان يقولوا خطب في الجمعيه الوطنيه الفرنسيه باللغه العربيه كان يلقب عند الاداره الفرنسيه بالحنش الازرق فاقوا بهم بعد وعرفوه باللي روى آه يسموا يسموه فيه الحنش الازرق يعني ويقول هو عن نفسه لأنه عند عقدة كونه تزوج امرأة فرنسية يقول لك العقدة تاعي الوحيدة أنني تزوجت فرنسية لما تزوج الفرنسية جاب ولد كي جاب ولد يعني تعاركوا في تعاركوا. تعاركوا على التنشئة تاعه هي حابة تربيه تربيتهم هم وهو حاب يربيه تربية المسلمين والعرب وأيضا في الاسم في الاسم اختلفوا هي سماتها موريس وهو سماه صالح فلما سمع بهم لمين العمودي او دائما كان معاهم وكذا قال حي الطبيبه ولا تنسى قرينته حي الطبيبه يقصد سعدان ولا تنسى قرينته يعني زوجته مراته فهو سليمان والمدام بلقيس <applause> هو راهو سليمان سيدنا سليمان معناه مسلم هو والمدام بلقيس بلقيس كانت الشمس قبل فهمت قال حي الطبيبة ولا تنس قرينته فهو سليمان والمدام بلقيس له غلام ولده اطال الله مدته باش يقول عمره قال مدته ضروره ضروره شعريه هنا تنازع الغرب فيه والفر العرب العرب العكس العكس استغفر الله تنازع العرب فيه والفرنسيس معناها تعاركوا عنا العرب والفرنسيس معناها با عربي وامها قورية تنازعوا فيها حي الطبيبة ولا تنسى قرينته فهو سليمان والما دام بلقيس له غلام أطال الله مدته تنازع العرب فيه والفرنسيس يقول لمي العمودي لا تعذلوه معناها ما تلوموش الطفل هذا إذا ما خان أمته ممكن رو يخون الوطن بتاعها يعني ما تلوموش عنه فنصفه صالح والنصف موريسو معناها ما تلوموش عنا هذا نص صالح ونص موريس نص عربي ونص قوري طبعا اشترطت عليه الزوجة تاع الدكتور سعدان قالت له داخل الحوش رو موريس والبرة دبر راسك فالبرة قالهم هو نيرة واسمه صالح كي يخرج الطفل البر يسموه صالح والداخل يسموه موريس هذه قصة الأمير العمودي مع الدكتور سعدان نرجع للكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ونرجع للحكم من تاع الأدباء والعلماء اللي يعني ما خلوناش نضيعوا أبدا ما خلوناش ننتهوا كتبوا كل شيء بالنسبة للآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون بيسين الآية 76 ربي خاطب في الرسول وخاطب فينا احنا أيضاً باش الانسان ما يحزنش كي يسمع كلام الناس قال لك سيقولون فيك ما ليس فيك فلا تلتفت لحديث الناس فانه باطل آه طبعا صح الناس ما يت... ما يخلوكش في شأنك ما يخلوكش في آه في الغايه اللي راك انت تسعى لها لازم يتلقوا بيك لازم يديروا لك مشكل لازم يديروا لك حداثة لازم كذا آه آه سيقولون فيك ما ليس فيك فلا تلتفت لحديث الناس ربي يقول الرسول فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون قالوا عنه صلى الله عليه وسلم قالوا شاعر هذا أهل مكة يعرفوه من الطفولة تاعه أبناء جلته كما نقول أبناء عمومته أهله كذا قالوا عنا شاعر هو لم يكن شاعر قالوا عنا مجنون مكاش مجنون قالوا ساحر مكاش ساحر قالوا كذاب وكان يسمو فيه الصادق الأمين اذا الانسان كي يسمع ويقرا سيره الرسل والانبياء ما يغذاش الحال كي يسمع حاجه قال هلا واحدة هنا في البلاد ولا في بلا صقرة ولا في كذا ولا حكم عليك حكم هكا مش قد قد فدع الخلق للخلق ايضا اتهموا سيدنا يوسف بالسرقه أي. ما ما سرق سيدنا يوسف اتهموا مريم البتول بالزنا هذوما ناس. ديما قال لك ضع هذه الحقيقة نصب عينيك لا نجاة من ألسن الناس مهما بلغت من الصلاح يعني أنت صالح ولكن ما تنجوش من الناس واحد يعكي حتى كتكسر الصلاح يعكي عليك واحد يدير لك تهمة واحد يقول فيه كذا واحد كذا إذا لا داعي ها هنا الحكمة باش تاخذوها من الله سبحانه وتعالى رب العزة سيدنا موسى طلب طلب من ربي قال له يا ربي اسالك الا يذكرني احد الا بالخير سيدنا موسى قال له يا ربي حقق لي الأمني هذه لازم اي واحد يذكرني يذكرني بالخير ما يقدش يذكرني بعكس الخير وش قال رب العزه فقال له الله عز وجل ذلك شيء لم اجعله لذاتي ما جعلش ربي الروح لنفسه فكيف اجعله لك يعني مش قالوا ربي عنده ولد وعنده زوجه قال الناس أن لله زوجة وولد سبحانه وتعالى أفتريد أنت أن تسلم من ألسنة الناس شوف رب العزة وش قال لك قال لك هذاك شيء ما درتش للذات النفسي للذات الإلهية فكيف قال يا موسى يا موسى باش نجعل لك انت قال قال خلي الناس تتكلم وخلاص ربما الميزان هو اللي يصفي طبعا نظن انتهينا نشكركم كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله ربي يرحم المات وربي يرزق الحي وسلام طابت الجلسه وراسلونا سيدي ونشكركم عبد الرزاق الحاجه وناني روحي ضياء الدين مأمون شكرا يا ضياء الدين ايضا الزغدي سي محمد شكرا وايضا نبلغ سلامنا للزغدي العلمي الهادي هذا معيوف ولا مش عارف سالم ايضا كل الاصدقاء اللي رم يكتبوا هنا ويتابعوا فينا ومعجبين بالحصه نشكركم وبارك الله فيكم عبد المؤمن ضو شكرا يا سي عبد المؤمن بارك الله فيك هيا نهار زورنا سي عبد المؤمن محمد بالعيد ايضا المهم تحياتنا وطابت الجلسه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته